تهانينا والف مبروك لصاحب غطرسه ناصر بن مطر الفضلي. اذا مشاهدينا الكرام اشواطنا تتوالى تلوى تحدي انطلق هذا الشوط الرئيسي الاخر لفئة القعدان. انطلقت هذه الصغار صغار باعمارها ولكن كبيرة بادائها الجميل والمميز. ايها الحفل الكريم اينما كنتم ننتقل دائما وابدا الى المركز الاول لكي ارى مبهج على المركز الاول، مبهج على التحدي والانطلاق الاول. مبارك بن سالم المري على المركز الاول. المركز الثاني وصل شقيق البالومة على المركز الثاني لكي يجدد اللقاء بانطلاقة اخرى، ولكن مع انطلاقة صوغان على المركز الثاني. ناصر بن فهد الهاجري على المركز الثاني. مشاهدينا الكرام الى المركز الثالث هنالك شاهين من اتى بسرعة الشواهين عبد الله بن شويم الهاجري، ولكن اعود مع المركز الاول، اعود مع صوغان والسلالة الصوغانية على المركز الاول. ناصر بن فهد الهاجري المركز الثاني. الله يا مبهج المركز الثالث. وصل هنا، وصل شاهين عبد الله بن شويم الهاجري، وصل عند الامتار الاخيرة، ولكن ناصر بن فهد ولا عبد الله بن شويمي ابناء العم في صراع، صراع الاصالة، صراع الاصالة. الله من اتى وانتزع المركز الاول عند الامتار الاخيرة. ناصر بن مطر الفضلي من انتزع المركز الاول. من الرايد الاحمر اللي تعدى منه؟